شكرا للزميل الأخضر بريش. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هنا في هذا الحدث الكبير، هنا في ثاني لقاءات الدور نصف النهائي كأس العالم للأندية النسخة رقم 17 المؤجلة من عام 2020، في مواجهة ما بين الأهلي بطل إفريقيا، الأهلي المصري بطل إفريقيا في 6 مشاركات، حل ثالثا في مرة في 2006 ورابعا كان في عام 2012 أمام بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا وحامل لقب هذه البطولة في عام 2013 في مشاركة ثانية في هذا اللقاء. الحقيقة اللي بننتظر أن يكون النادي الأهلي بدعوات جماهيرنا ومشاهدينا ومتابعينا إن شاء الله في أفضل حالاته، ونرى مباراة ممتعة تليق بنادي بايرن ميونخ أيضا المرشح الأوفر حظا في هذه البطولة. طاقم تحكيم عربي بقيادة محمد عبد الله حسن الإماراتي، يعاون أيضا محمد الحمادي وحسن المهدي، ومعهم إيرينا ألبس البرازيلية حكمة رابعة كانت أدارت مباراة الدحيل أمام أولسان خامس وسادس، حكام البار خميس البري القطري. استلام أمامنا، انطلاقة بالخطير جنابري، أدي التغطية بدري منهور يقدر ميونخ الليبي يحوز على البطولات 5 بطولات في محمد هاني، بدري منهور، أيمن أشرف، علي معلول، ويلعب فيها من خلال تحركات كومان، لكن يا ولد يغطي المدرب فليك اللي جه بعد نيكو كوباتشو. راسية جنابري خطيرة خطيرة، الكرة اللي فاتت أمامنا هنا، الكرات اللي تتلعب بالعرض وليفاندوفسكي مستني كومان تمريرة، المساحة اللي مش عايزينها، لكن يا ولد يطلع العمر على طول، الكرات الثابتة خطرة جدا، وعدت في الشناوي الكرة اللي فاتت، لكن المرة دي إلى خارج الملعب. واحدة من الكرات الخطيرة، الكرة اللي اتلعبت أمامنا هنا، دائما وأبدا هنشوف كمش وتقدير خاطئ من الشناوي، لكن طوب الكرات السريعة والخطيرة كومان الكرات الخطيرة، لكن كومان يعني على مرتين فرصة تدو خطيرة من كومان. جنابري ليفاندوفسكي أمامنا هنا، الكرات اللي فيها أخطاء والغير مقبولة أمامنا هنا، الهدف الأول عن طريق ماكينة الأهداف البولندي ليفاندوفسكي أمامنا هنا يسجل بعد مرور 17 دقيقة، الكرة اللي عدت من الجميع واللي أمامنا هنا. بص الهجمة، الدور الدفاعي مهم قوي والارتداد اللحظات، لأن الألمان ما عندهمش رحمة في الكرة، الألمان جدية حقيقة يعني من الفرق المتكاملة، والجمهور الاهلاوي اللي بيقف في هذه اللحظات عايز يعدي لكن وقف له بالمرصاد. ادي طاهر، محمد طاهر تدلم واخترق في هذه اللقطه، لكن على طول ياتي اللاعب جنابري، خطير جنابري، يمرر الكره الى روكا اهو، ادي امامنا مارك روكا امامنا هنا الاسباني اللي بيتوغل في اللقطه اللي فاتت واللي تقدم في هذه الكره وهذه اللقطه الخطيره امامنا هنا. فرص، شوف جنابري والقادمون من الخلف في هذه اللقطه، طبعا على راي استاذنا الكبير الراحل كابتن القديم لهذا الملعب، طبعا احد ملاعب كاس العالم، احد الملاعب اللي امامنا هنا اللي بيحاول، وادي مارك روكا للمره الثانيه روكا، ولكن بقى ايه تجد الشناوي اللي النهارده الاهلي يحسن اموره، وادي سلاما للنجم الكبير الحقيقه، ضيع كورتين جنابري، شوف بيفضوا المساحات على مرتين. القطريه الدوحه امامنا هنا، في يعني كانك في اجمل 100% جماهير في ملاعب كاس العالم ان شاء الله. استلام من جانب قفشه، يفكر يسدد تسديده وتعدي الكوره صعبه، تقدم الفرنسي لعبها امامنا هنا، استلام ليفاندوفسكي، لكن لسه الكوره في الملعب وتطلع لخارج الملعب. ميركو الانسيابية، وادي ليفاندوفسكي خطر جدا، مرت بسلام بشجاعة محمد الشناوي، الكرة اللي ما بين كيمش وما بين ليفاندوفسكي في هذه اللقطة، لكن يتدخل، لكن الكرة الثانية مشكلة، عدى أمامنا، خطير أمامنا ديفيز، خطير، الكرة الثانية مشكلة، النادي الأهلي بيشتت الكرة، لكن الكرة الثانية مشكلة، لازم الكرة تطلع في الرجل، قلب الدفاع، رغم البعض يعني يتحفظ على اللاعب اللي بالقدم الشمال يكون قلب الدفاع. في بعض المدربين ما يحبوش عشان يبقى مناسب مع الالوان اللي امامنا هنا، ادي الكره الخطيره تقع من ديفيز امامنا، وادي امامنا حسين الشحات، فلامينجو البرازيلي بهدف من قبل الشمال،
وبواليا وايضا محمد شريف في الشوط الثاني من اللقاء. علي معلول اصيب واستبدل بياسر ابراهيم، لكن ليفاندوفسكي متقدم لبايرن ميونخ بايرن ميونخ على الاهلي هنا في نصف نهائي الثاني، واللي بيستضيف طبعا هذه المباراه الاهلي في شوط اول دخل اللقاء بحذر ونجح في اول ربع ساعه الحقيقه في انه يكون يعني ناجح في الحفاظ على شباكه، لكن مع السرعات والتحركات والانتشار الموجود والمسانده من بافار والمسانده في الجانب اليمين وفي الشمال ديفيز وتحركات كومان وجنالي ادى المجال لان ادى المبادره في الشوط الاول لنادي بايرن ميونخ. 11 فبراير ان شاء الله على طول الكره، كره نادي الاهلي هيدافع، كره خطيره يا ولد عند حسين الشحات، الشخصيه تظهر، المهاره موجوده، شحتها هنا لازم كره على طول تطلع تطلع اسرع عند جنابري. اوه طاهر لعيب، طاهر اضافه، طاهر محمد طاهر استلام من قفشه، لكن على طول يشارك لما كان الرجاء وصيف للبايرن ميونخ في المباراه اللي فيها بشكل مميز، فازوا بالسوبر المحلي على دورتموند. يعني بطولات معلول، اصابه عضليه، هل من توتر هل من الضغط اللي طاهر المميز الى كهربا، كهربا يضع الكره مره ثانيه، يا لب كومان يفكر تنشب كوره بسهوله، بص ياكدها، اوه تسديد 99 واستكمالا للمسيره امام هنا الراسيه الخطيره، راسيه خطيره لكن الشناوي ثبات باقتدار راسيه مولر، راسيه مولر، شوف ليفاندوفسكي ما بيظهرش لكن يعني ياتي في الوقت المناسب، راسيه مولر وكل كلت مقطوعه امامنا، بقول لحضرتك مميز، برافو برافو طاهر طاهر، لكن واستعداد امامنا هنا ساني هيدخل كبديل ضد تشوبوموتينج، هذا هو التبديل الاول وساني، تبديلات هيجريها النادي الاهلي في هذه اللحظات وفرصه امامنا هنا، بدا يبقى في مسانده، بدا في تقدم، ادي محمد هاني الراسيه بحالك، البديل القادم امامنا هنا، استلام بمرور كومان عنده حلوه قوي، خطر الكوره لكن لسه هدف ليفاندوفسكي، خطير بافار، خطير بافار، اوعى النيران الصديق ايمن اشرف، اوعى النيران الصديق ايمن اشرف، ايمن اشرف، والتبديلات هتتم امامنا هنا في هذه اللحظات، ادي امامنا التبديلات، التبديلات اللي هتتم في هذه اللحظات، استلام من كيمش، صلح كوره، التسديده القويه لكن الى خارج الملعب، كوره قويه من اللاعب توليسو، كوره من توليسو الى خارج الملعب، محاولات ما زالت مستمره بايرن ميونخ، تسديده الكوره، استلام من كومان، مزعج جدا كومان كومان كومان، يا واسف جنابري الماني ايفواري، ادي امامنا هنا موتنج اللي دخل كبديل، وهنا الصراع والسقوط امامنا هنا ولكن من خارج منطقه الجزاء، تشوبوموتينج كاميروني الماني، توليسو يعني فرنسي توجولي، بونصار فرنسي غيني، لوكا كيمش، كان تدخل رائع من جانب محمد هاني، تسديده خطره، انطلاقه ايمن اشرف المعدل اللياقي على طول بثبات، ضغط من جانب بايرن ميونخ، جماهير يعني قصه لوحده، على طول كره ملعوبه لكن في فاول لصالح بايرن ميونخ، فاول لبايرن ميونخ، نادي المحاولات الشوط الثاني بايرن ميونخ، شوف بقى كم ماشي ثلاثة، برافو برافو، الكرة دي كرة تديك إحساس إن لعبت الأهلي، نادي أمامنا ساني يسدد في الحائط البشري، يرجع إلى علابة مرة بالخطير، ساني البديل بنفس الأدوار، ساني الثاني خلاص، الثاني الثاني، رصاصة الرحمة في هذه اللحظات تأتي عن طريق اللاعب ليفاندوفسكي، وهدف في الدقيقة 85 ليفاندوفسكي أمامنا، ليفاندوفسكي، الملعب ده إيه حكاية الملعب ده معانا، الملعب ده مصر لعبت هنا أمام البرازيل والبرازيل فازت بهدفين، والنادي الأهلي كان لعب في هذا الملعب طبعا بشكله القديم، يعني أحد الملاعب، أحد قلاع كأس العالم، وخسر أيضا